بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. إذا أحببت بأن الله سبحانه وتعالى يزيل تعبك وهمك ويقضي لك كل حاجة، فاكتب هذه السورة في صدر غرفتك، اجعلها في الغرفة التي تنام فيها، اكتبها واجعلها في الصالة، اجعلها في مكان بشرط بخط اليد لتعم البركة في البيت ولا تنساها أبدا، فالنظر إليها من أعظم أنواع العبادة. ما هي هذه السورة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله، سورة القدر. هذه سورة القدر، إنا أنزلناها في ليلة القدر، هي تعمل على إزالة الهم وإراحة القلب وقضاء الحوائج، وتطمئن بأن حاجتك مستجابة لا محالة، وكذلك تغفر لك الذنوب وتقبل الصلاة منك إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة 100%. قال النبي صلى الله عليه وآله: من قرأها في صلاة، من قرأ سورة إنا أنزلناها في صلاة، رفعت مقبولة في عليين، مضاعفة القبول. رفعت في عليين مقبولة مضاعفة. ومن قرأ سورة إنا أنزلناها ثم دعا بعدها رفع دعاؤه إلى اللوح المحفوظ مستجابا. ومن قرأها حبب إلى الناس، فلو طلب من رجل أن يخرج من ماله بعد قراءته حتى حين يقابله لفعل. هكذا الناس يكونون في خدمتك. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ سورة إنا أنزلناه بنية قضاء الحاجة عند فلان فإنها مقضية. وكأنك يصل بك الأمر، تطلب من جيبه مالا فيعطيك من دون سؤال. هكذا سورة القدر تسخر الناس لك، يعني بمعنى تستطيع الزوجة أن تطلب من زوجها بعد أن تقرأ سورة القدر بنية إقناعه، كذلك الزوج بالنسبة لأولاده يقرأها ليقتنعوا، وكذلك الموظف مع المسؤول، وكذلك الخادم مع السيد، والعامل مع التاجر. بهذه الصورة أو عند أي شخص لديك حاجة اقرأ سورة القدر ثم اذهب إليه، فإنه يصل الأمر كما قال رسول الله: فلو طلب من رجل أن يخرج من ماله بعد قراءته لسورة القدر حين يقابله لفعل. ومن خاف سلطانا فقرأ سورة القدر حين ينظر إلى وجهه غلب له، أي أن هذا السلطان يكون في خدمته، يغلبه الله له. ومن قرأها حين يريد الخصومة، يريد أن يظفر بعدوه، يريد أن يهين عدوه، أعطي ظفرا. ومن شفع بها إلى الله تعالى شفعه وأعطي سؤله. أنا أقرأ سورة القدر ثم أرفع يدي وأقول: يا رب حق سورة القدر، بشفاعة سورة القدر، بمنزلة سورة القدر عندك، اقضي حاجتي في كذا وكذا. فمن شفع بسورة القدر إلى الله تعالى شفعه وأعطي سؤله. لذلك كان علماؤنا الأعلام يكتبونها في صدور بيوتهم، في صدر الغرفة، في صدر الديوان، في صدر الصالة إلى غير ذلك، كي يدخل الداخل ويخرج الخارج من البيت وهو يراها فيقرأها. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا أبالغ إن قلت إن قارئ سورة القدر ما إن ينتهي منها نزلت عليه أو نزل عليه صك البراءة من النار. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن سورة القدر هي المبشرة، من أسماء سورة القدر المبشرة، لأنها تبشر صاحبها وقارئها بقضاء حاجته مهما بلغت ومهما كانت. لذلك اكتبها في بيتك واحصل على هذا الثواب الجزيل كله، وعلمها لأولادك. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.